نكرم بطل أو أبطال عرب ليس لأنهم حصلوا على ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية، ولكن نكرمهم لأنهم أثبتوا للتاريخ أنه لا يزال في هذه الأمة أبطال ورجال لديهم من النخوة والمروءة والعروبة والانحياز إلى القضايا الوجودية، الحياز إلى فلسطين العربية، إلى المقدسات الإسلامية، إلى الأقصى الأسير. البطل العالمي الذي هي الآن أصبح مكرما من كل مصري وجزائري وعربي وكل مواطن حر على وجه الأرض هو الكابتن فتحي نورين، هي اللي انسحب ولم يعني يقبل بأن يتسخ يعني حتى ثيابه مجرد الاتساخ بأن يلتقي مع لاعب من الكيان الصهيوني. كل التحية طبعا لكابتن فتحي، أهلا وسهلا بيك في الشارع المصري، كل التحية لك من الشارع المصري والشارع العربي. أعتقد موقف أنت شفته وشفت رد فعله عند عودتك وجماهير الجزائر بتحملك، كيف كان شعورك أولا في هذه اللحظة، وكيف كان التكريم يليق بك أيضا من كل مواطن عربي؟ السلام عليكم. أولا أحييكم وأحيي كل المشاهدين من مصر ومن كل أنحاء العالم وخاصة المسلمين. نعم، لما انسحبت وكانت لي موقف مع فلسطين تفاعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي معي في العالم وخاصة في الجزائر، ولما رجعت قاموا لي بحفل واستقبلوني في المطار، ولما رجعت إلى مدينة وهران أبناء الحي حملوني فوق الحصان وجابوا بي الشوارع وكأني فزت بثلاث ميداليات ذهبية في الأولمبياد. الحمد لله. الحمد لله. يعني كابتن فتحي، في بعض اللاعبين شفنا في المسابقات الماضية سواء مسابقات أولمبيات أو غيرها، في لاعبين عرب بيعتبروها منافسة يعني عادي رياضية وبيلتقوا زي اللاعبة السعودية اللي التقت النهاردة في الجودو مع اللاعبة الإسرائيلية وانهزمت هزيمة ساحقة 11-0 بشكل مهين جدا. لماذا أنت لم تفعل مثلهم ورحت إلى القطيعة وإلى عدم التطبيع الرياضي مع اللاعب الإسرائيلي؟ نعم، ما رأيناه من جانب السعودية يدل أنهم لا يمارسون الرياضة من أجل الرياضة، هم جلبوا رياضية من مصنف 140 غير متأهلة وضعوها في قرعة في الدور الأول مع صهيونية، بعدين هناك عناق ومصافحة حتى يظهروا للعالم ويؤثروا على الشعب العربي والمسلم بأننا لنا دولة وشرعية ونحن مسالمون ونحن متفاهمون والعالم يعترف بنا، وهذا ما دفعنا للمقاطعة بأننا نحن كعرب ومسلمون لا نعترف بكيان، لا نعترف بدولة إسرائيل، بل نعترف بدولة فلسطين عاصمتها القدس، وسوف نقولها أمام العالم كله لأننا نحمل قضية عادلة، قضية معترف بها وسننصرها بقدر ما استطعنا. نعم. كابتن فتحي أيضا حقيقة كان سجل اسمه أيضا بأحرف النور اللاعب السوداني محمد عبد الرسول، ما أعرفش هل أنت لك علاقة بمحمد ولكن ولا أنت أيضا الخبر قرأته معنا، يعني لأن على ما يبدو اللاعبين المحترمين اللي بيشرفونا عربيا قد يكون لهم طلاقي حتى في المجال العام. لا، لم يكن لي اتصال أو معرفة باللاعب السوداني، هو كان معي في الدور الأول، كانت من أول نزال مع اللاعب السوداني، فمن الصدفة أنه انسحب وأنا انسحبت، وهذا شرف الأمة العربية والمسلمة لما نشوف الفلسطينيين تجاوبوا وفرحوا كثيرا كأنهم بعثنا فيهم نفس جديد، فأحمد الله على هذا القرار الذي ثبتني الله فيه. نعم. كابتن فتحي، اسمح لي أقرأ هذه الرسالة عليك وعلى السادة المشاهدين أن وصلتني الآن من أحد المتابعين، يقول: وأنتم تذكرون فتح نورين ومحمد عبد الرسول المحترمين المشرفين، عليكم أن تذكروا إسلام الشهابي، ردوا إليه حقه في الشكر الذي لم يحصل عليه منذ 5 أعوام، باركوا يمناه التي رفض التتنس بمصافحة لاعب الجودو الصهيوني، اذكروه فقد كنتم أقسى عليه من أعدائه. هي يعني هو حق بعد 5 سنوات للكابتن إسلام الشهابي. كابتن إسلام الشهابي أيضا لاعب جودو. كابتن فتحي، هل تعلم شيئا عن تاريخه، عن بطولته، عن مواقفه؟
نعم إسلام شيابي إنسان محترم، أنا لحقت به كرياضي، إنسان خلوق. أيضا محمد علي لما نازل لاعب إسرائيل، أعلم أن محمد علي إنسان خلوق وله شرف وقيم، لكن أعلم قيمة الضغط الذي تأتيهم من بلدهم، من الحكومة تاعهم التي هي تساند التطبيع. فنحن لا ألومهم أكثر من أن ألوم حكامهم الذين يضغطون عليهم للاعب. كابتن فتحي، الآن أنت خلاص يعني تقريبا حصلت على ميدالية التكريم الذهبية للعرب وأيضا لكل الأحرار في العالم. أعتقد الدرس القدوة الذي أرسيته أنت لكل اللاعبين في الرياضة وصل بشكل كبير. ماذا تنصح أيضا كل اللاعبين اللي تقريبا الآن بدأت تكون موجة في بعض اللاعبين الرياضيين ان هم يقول لك والله دي منافسه رياضيه وتعدي، يعني ماذا تنصح اصدقائك من الابطال الرياضيين الذين ايضا يقدمون على هذه الخطوه من التطبيع الرياضي؟ نعم الحمد لله، احنا الهدف من هذه المقاطعه احياء الضمائر وبعث نفس جديد للقضيه الفلسطينيه العادله. اقول لهم لابد ان يكونوا على يد واحده وبصوت واحد حتى ننتصر لإخواننا الفلسطينيين المضطهدين الذين يشردون ويقتلون ويحاصرون. وأريد أيضا أن أوصل رسالهم بأن لنا في القدس حق، وأن القدس هو للمسلمين، لأن القدس هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهو حرم لكل المسلمين ومس لكل المسلمين، ولنا حق فيه، ولا بد أن يرجع إلى بلاد المسلمين، لأن القضية ليست قضية مباراة أو رياضة، ولكن هي قضية عز وشرف. نعم. ودين. كابتن فتحي نورين البطل الجودو الجزائري العربي العالمي، أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا وشرفت بلقاء بك، وأيضا تحياتي وتحية كل الشارع المصري والعربي وكل أحرار العالم على موقفك الرائع. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.